صباح الخير يا شباب، من بير العقده احييكم. في شيء انا حبيت يعني اوريه لكم. كانوا اجدادنا وجدودنا كانوا بيستخدموه، ذا زي المنقد للنار، يعني يقول تقدر تقول بوتاجاز، يعني بالطريقه الحديثه ممكن يكون بوتاجاز. و بصوا، هو مكون من حتتين، حتة اللي هي جوا والحتة الثانية الكبيرة. في فتحة من هنا، في فتحة زي ما انتم شايفين اهي، شايفين الفتحة دي، وفيها الدلة اللي جوا فيها فتحة تانية برضه.